يا معشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت أنصتوا أثابكم الله واسمعوا أجاركم الله وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، والحمد لله رب العالمين. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وانصرنا على إقامة الدين. رب اختم لنا منك بالخير، ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة،
حي على الفلاح، حي على الله أكبر الله أكبر لا اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد، واجعلنا من خيار أمته ومن أهل شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين.